على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الكثير يتحدث عن الارتباط والعلاقه بالامام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الكثير من المؤمنين يفكر ويتساءل كيف ارتبط بالامام؟ كيف احظى برضا الامام؟ عجل الله تعالى فرجه هذا التفكير كاساس تفكير رائع جدا ان تكون من الذين يهتمون بقضيه انك تحصل على رضا الامام صلوات الله وسلامه عليه وتفكر ايضا كيف ترتبط بالامام انا احب الامام انا اعشق الامام لي محبه خاصه مكنونه في قلبي الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كثيرا ما افكر به، كثيرا ما اتمنى ان اراه، ولو انني اراه في عالم الرؤيا. المتيمون بالحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في هذا الزمن وهو زمن الغيبه الكبرى ونحن نبحث عن مسؤوليتنا في عصر الغيبه وما هي اهميه المرابطه المرابطه في عصر الغيبه هذه مسؤوليه عظيمه تشمل الجميع علينا جميعا ان نسعى ونحاول ان نكون من المرابطين في البحث الدائم عن رضا الامام ماذا نعمل وكيف نتعامل وما هي المسؤولية علينا في عصر الغيبة طبعا هذا الأمر يتعلق بالروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام هنالك كم هائل من الروايات مروي عن رسول الله مروي عن الإمام أمير المؤمنين عن الأئمة سلام الله عليهم تبين لنا جميعا أنهم في ذلك الزمن يعني قبل أكثر من ألف عام هم يتحدثون عن هذه المرحله هم يتحدثون عن مسؤوليتنا وما هو الواجب من قبلنا تجاه الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف مسؤوليه عظيمه توجه عظيم عموما ان يفكر الانسان ان يكون له هم وهذه مفرده مهمه جدا ان يكون لي هم اسم الهم غيبه الامام عجل الله تعالى فرجه افكر ان قضيه الامام المهدي تهمني الانسان في حياته كثير من الاهتمامات كثير من البرامج كثير من الامور في عالم الدنيا الان الدنيويات عالم الماده كثير امور تشغل الانسان تفكير الانسان عقل الانسان ولكن اكون بمرحله انني متيم بحجه الله تفكيري بالامام ارتباطي بالامام اناس وصلوا الى الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف كالمقدس الاردبيلي رضوان الله عليه كالسيد بحر العلوم هنالك البعض القله القليله جدا طبعا هؤلاء في العاده بعد رحيلهم الناس كانوا يعرفون أنهم كانوا كان لهم ارتباط خاص بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. منهم علي بن مهزيار، سمعتم عن علي بن مهزيار؟ تجدون القصة كاملة في كتاب منتهى الآمال للمحدث الكبير الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه. علي بن مهزيار من عشاق بقية الله. من المتيمين بالامام انسان ولكن كيف وصل الى هذه المرحله تسالونني جميعا كيف وصل الى هذا العشق وهذا الغرام بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولماذا نحن لا نشعر بذلك لماذا نحن نحب الامام لما يذكر اسم الامام نضع الايادي على الرؤوس ولكن ليست تلك العلاقه اللي فيها هيام اللي فيها عشق للامام اللي فيها درجات كبيره من الحب الامر يتعلق بالمعرفه نحن اما معدومي المعرفه للامام معرفتنا ضعيفه جدا واما ان الامر يتعلق بدرجات المعرفه عندنا معرفة بسيطة جدا لذلك الإنسان اللي ما عنده معرفة بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ما عنده توجه للإمام ما عنده ارتباط بالإمام يعني نحن لما ننظر إلى محمد بن مسلم الطحان وعلاقته القوية بالإمام الباقر والتزام الكبير بالإمام الباقر أو هشام بن الحكم وعلاقته بالإمام الصادق نفهم ماذا كانوا على درجة كبيرة من المعرفة وصلوا لهذا الشيء إشكاليتنا هي المعرفة معرفة الإمام اللي الروايات من رسول الله وإلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم يركزون على المعرفة وهذه المعرفة تأتي بقراءة الكتب الموثوقة اللي تحكي عن الإمام وأيضا استماع إلى الثقات لا نستمع لاي شخص انتبهوا قضيه الاستماع وقضيه القراءه لا اقرا لاي شخص ولا استمع الى اي شخص لان الانسان الذي استمع اليه لا بد يمتلك معرفه وعقيده سليمه العقيده السليمه اساس في معرفه الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف البعض يتحدث عن الامام المهدي ولكن عقيدته فاسدة لذلك يجب الحذر يجب الانتباه الإنسان اللي يتحدث عن الإمام عقيدته بالتولي والتبري لا بد أن تكون عقيدة متكاملة الإنسان الذي لا يداهن من أجل عقيدته لا يتنازل عن مبادئه وعن عقيدته هذا أمر أساسي بالقضية المهدوية الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولاء سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محب لمن احبكم مبغض لمن ابغضكم هذا مهم السلم مع الامام المعصوم وايضا الحرب مع الامام المعصوم ضد اعداء الامام هذا اساس اما ان ياتي اناس يحملون افكار فلسفيه وافكار صوفيه وافكار عرفانيه فهذا هو الانحراف بذاته ما عندنا انحراف ايجابي وسلبي ما عندنا عرفان ايجابي وعرفان سلبي ما عندنا عرفان جيد وعرفان سيء العرفان ابتعاد عن خط ال محمد العرفان انحراف عن خط الصواب لمحمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم انظر اليهم الى من يتبعون نعم قد انه في الظاهر لا يتحدثوا لانه يخاف من التيار العام للناس ما يتكلموا به هذا الامر ولكن نحن علينا ان نحذر الروايه هي مثلا دعاء وارد عن الامام المعصوم لا يقول الدعاء وارد عن المعصوم يذكر الدعاء كانه يجعل نفسه صنم للاخرين اتبعوني قدسوني كبروني كل ما لدينا من محمد وآل محمد سلام الله عليهم لذلك لما تستمع استمع إلى إنسان يقربك إلى أهل البيت سلام الله عليهم يكون الدليل إلى مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليه علي بن مهزيار أذكر جوانب حتى لا أخذ الوقت حتى نب... نبدأ في بحثنا الأساسي علي بن مهزيار هذا الانسان عشرون عاما يذهب الى بيت الله الحرام حجه واجبه و 19 حجه مستحبه فقط يهدف من هذا الحج اللقاء بالحجه ابن الحسن بامام زمانه هذا التفكير مهم. ااتي الى كربلاء ازور الامام الحسين اقول عسى ولعل التقي بحجه الله. قد يكون في اجده في مسجد السهله اجده في مسجد الكوفه اجده عند جده امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اجده في حرم ابي الفضل في حرم ابي عبد الله سلام الله عليهما في الكاظمين في سامراء هكذا يفكرون الناس هكذا متيمون ذكرى هو يا صاحب الزمان ذكرى هو يا بقية الله هذا الارتباط المباشر بالامام المعصوم الاستغاثه المستمره بالامام المعصوم التوسل الدائم بحجه الله عجل الله تعالى فرجه الشريف يجعل عند الامام لك مكانه لما الامام ينظر اليك وانت ترتبط بالإمام في نومي في جلوسي في أكلي في قيامي في قعودي في حديثي مع الناس كل لساني يلجه يلهج بحجة الله بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه هذا التوجه منك الإمام يتوجه إليك بعد عش بعد عشرين سنة خلاص قال الظاهر الإمام أنا مو لائق أنا ما عندي صفات اللي ألتقي بالإمام لأن أهم صفات للإنسان أن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات أبسط شيء بالذي يريد الارتباط بصاحب العصر والزمان أن يؤدي أعماله في وقتها في مرة جاء إليه نداء سمع مكاشفة صارت سمع نداء في عالم الرؤيا أخبر أنه يا ابن مهزيار حياك الله أهلا وسهلا تعال هذه السنة تعال إلى بيت الله ستلتقي بالإمام ولكن لم يخبروه أين يلتقي تعلمون في الماضي لما كانوا يأتون إلى حج بيت الله كان يطول خمسة أشهر ستة أشهر لأنه كان يأتون للعتبات المقدسة في العراق ومن العراق يذهبون إلى بيت الله إلى المدينة المنورة فذهب ولكن لم يخبر أين اللقاء أجى إلى المدينة قال قد أجده عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله عند أمة البقيع عليهم السلام قد أجده عند أمه فاطمة مكسورة الظلع. الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها ولكن لم يجده في المدينة ذهب إلى بيت الله احرم من مسجد الشجره توجه الى بيت الله الحرام في الطواف في اعمال العمره لم يشاهد الامام بدات اعمال الحاج احرم توجه الى ارض عرفه توجه الى المزدلفه توجه الى الجمرات ثم توجه الى منى ثم رجع الى اداء الطواف طواف الاخير لطواف النساء الطواف كان يطوف ولكن قلب مضطرب أنه الحج سينتهي ولم يلتقي بالإمام ولكن هو سمع نداء هو بشر جاءت له البشارة أنك ستلتقي بالإمام صلوات الله وسلامه عليه هو يطوف وإذا بشخص يضع يده على كتفه يقول له أنت علي بن مهزيار قال بلى قال من أنت قال لا تضطر اهدأ اهدأ هو يطوف قال هنيئا لك الامام لبى الدعوه انت متيم بالامام انت عاشق لصاحب الزمان انت مرتبط بالحجه بن الحسن هذا ارتباطك بالامام المهدي والتزامك بامر الله تبارك وتعالى التزامنا بحكم الله تبارك وتعالى اول شرط اساسي أن لا أفهم الدين حسب مصلحتي وأنما يكون ارتباطي مباشرا بالحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في هذه, هذه الأجواء طبعا هذا الشرف الإنسان الذي ينال هذا الشرف وهذا الارتباط بصاحب الأمر والزمان وتأتي إليه البشارة أنك ستلتقي بالإمام هذا الامر ليس بالهين يمكن الان نحكي فيه ولكن الانسان اللي يعيش هذه الحاله يعيش حاله اللقاء بالامام ثم اخبره في الموعد الفلاني قال اصدقاء اللي عندك اتركهم اصدقاء كذول بعيدين عن الامام المهدي اتركهم ابتعد عنهم لذلك لازم نعمل فلتره البنت المؤمنه المهدويه مع من تمشي مع من ترتبط إذا عندك صديقات بعيدات عن الإمام اعمل بلوك عليهم انصحيهم مرة مرتين ثلاثة بلوك أنت الشاب المهدوي إذا عندك مجموعة من الشباب بعيدين عن الإمام المهدي حاول إصلاحهم مرة مرتين وثلاثة وبعدين بلوك عليهم خلاص إذا عندك الإمام أصدقاء السوء ما لهم مكان في حياتك قال هؤلاء الشباب لا ينفعون الحجة ابن الحسن، تركهم يلا تعال وحدك. أخذه يقول خرجنا من مكة ذهبنا باتجاه الطائف نصعد تلا وننزل من أخرى يقول هذا الكلام بالليل هم بالليل تحركوا يقول صار بالليل وقص صلاة الليل قال يا ابن مهزيار عشاق الحجة ابن الحسن لا يتركون صلاة الليل صلاه الليل ما يتركوها هذا قيام الليل العلاقه مع الله الخشوع مع الله البكاء من خشيه الله هذا الانسان المهدوي اذا جن عليه الليل يقول يا الله يا ارحم الراحمين يقرا الدعاء يبكي ويبكي ويبكي ويعيش عالم عالم روحاني عالم معنوي هذه الادعيه الماثوره عن اهل البيت المناجاه الخمس عشره للامام زين العابدين تعمل انقلاب في الانسان تغير حياه الانسان تخلي الانسان طالع نازل تخلي هذا الانسان من مكان الى اخر تغيير تغيير في حياته انقلاب في حياته شوف الامام زين العابدين في مناجاه التائبين شو عامل الإمام؟ الله الله، هذا الشيء الشاب المهدوي اللي يقول يا صاحب الزمان يا مولاي يبين بالليل وينه فيقول يلا قم لنصلي، صلينا صلاة الليل توجهنا مشينا يقول صار وقت صلاة الفجر، صلينا صلاة الفجر في وقتها الصلاة في وقتها صلينا صلاة الفجر يقول بعد ذلك إلى أن انفجر الصبح يقول نحن على تل نظرت قال يا ابن مهزيار أتنظر من بعيد قلت ماذا؟ قال أتنظر هنالك خيمة قلت بلى قال يا ابن مهزيار هذه خيمة بقية الله خيمة صاحب الزمان أنا بعد صار عندي اضطراب عظيم وضعي كله تغير تدري هذا شرف اللقاء أريد ألتقي بالإمام المهدي الآن عشرين سنة واحد وعشرين سنة مع هذه السنة أنا أقول يا صاحب الزمان أريد أشوفك أريد ألتقي فيك وهي كل أسباب اللقاء يقول أنا صار عندي اضطراب مشينا وشينا وصلنا عند خيمة الإمام قال قف هنا أدخل وأستأذن بادر الإمام يأذن يمكن توفيقك أن تصل إلى هذا المكان يقول انه وقفت بعد دخل خرج قال هنيئا لك يا ابن مهزيار لقد اذن الحجه ابن الحسن صاحب الزمان اذن لك بشرف اللقاء هذا اللقاء العظيم، هذا الارتباط العظيم، هذا توثيق المسيره مع الامام المهدي سلام الله عليه يقول لما رفع جانب من الخيمه واذا بي انظر الى حجه الله الى بقيه الله الى نور الله في الارض الى الحجه ابن الحسن انظر اليه وهو جالس على جلد كبش يقول سلمت على الامام اجاب الامام السلام ثم قال لي يا ابن مهزيار لقد اشتقنا لرؤياك الامام المعصوم امام زماني يقول لي لقد اشتقنا لرؤياك شوف الإنسان وين واصل إلى أي مكان هذا الإنسان المهدوي الإنسان المهدوية المهدويون إلى أين وصلوا حتى الحجة ابن الحسن أرواحنا فداه يقول اشتقت لرؤياك ولكن يحتاج إذن من الله للقاء يقول كنت مع الامام ثلاثة ايام ثم قال لي الامام يلا يا ابن مهزيا جمع اغراضك وروح الى اهلك قلت يا ابن رسول الله انا بعد هالسنوات واحد وعشرين سنة ادور عليك ابحث عنك الان وصلت اليك ما تمكن افارقك قال امتثل الان مكان ثلاثة ايام بقي عند الامام ثم اجمع اغراضه اغراض بدا يجمعهم امتعته يجمعهم وهو ينظر للامام كل شوية عينه على الإمام ينظر إلى حجة ابن الحسن سلام الله عليه يبكي ويبكي إلى أن تودع الإمام خرج من الخيمة مسافة التفت إلى ورائه فلم يجد أثرا للخيمة هذا توفيقه علي بن مهزيار بعد هذا اللقاء بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لم يبق إلا أيام معدودة ومات حبا وعشقا لصاحب الزمان مات قال هذه الدنيا اللي ما تمكن بعد التقي بالإمام صلوات الله وسلامه عليه ما تحمل فراق الإمام هذا العشق المهدوي هذه العلاقة يعني كل حركة من حركات إمام يرضى أو لا يرضى وجودي في المدرسة، وجودي في الجامعة، وجودي في الوظيفة، وجودي في العمل، وجودي مع اصدقائي، وجودي في اهلي، الأمور اللي في دائرتي في المحيط اللي أنا أعيش فيه، في الدائرة اللي أنا أعيش فيها، هل هي في مرضاة الإمام؟ هل الإمام يرضى بذلك؟ مجموعة من العوامل، مو أن الإمام ما يحبني. الإمام ما يريدني. الامام ما يوفق لدعاء الندبه ما يريدني لا المشكله فيك انت عالج المشكله شوف الاشكاليه وين هنالك من الذنوب والمعاصي يرتكبها الانسان هو غير ملتفت, ملتفت يرتكب ذنوب ومعاصي تحرمه من الكثير من الامور اللي تتعلق بالامام عجل الله تعالى فرجه الشريف مثال غير علي بن مهزيار الشيخ المفيد اللي اول حوزه علميه بناها كونها في بغداد الشيخ المفيد أول حوزة في الغيبة الكبرى كانت في بغداد واللي أسسها الشيخ المفيد اللي الآن مدفون بجوار الإمامين الكاظمين سلام الله عليهما الشيخ المفيد أحد الناس اللي أيضا عند ارتباط بالإمام ولكن انظروا الشيخ المفيد كم ارتقى إلى الآن الآن نقرأ إحنا كتب إلى المصادر نذكر الشيخ المفيد أكثر من ألف سنة تقريبا قرابة ألف سنة رحل من الدنيا ولكن انظروا إلى إلى مكانة عند الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الشيخ المفيد إذا أنا الآن البعض يقول أين أنا وأين الشيخ المفيد عالم جليل كذا نعم ولكن الشيخ المفيد كيف وصل إلى هذه المرحلة اللي نجد هنالك تسديدا خاصا ورعاية من مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه رعاية خاصة من الإمام ليس بالأمر الهين أن يصدر توقيع من الناحية المقدسة من الحجة ابن الحسن في حق إنسان انظروا هذا الإنسان كم له من المكانة والمنزلة كم عمل على نفسه لا تقولون أنه الآن إحنا محاطين بالذنوب والمعاصي وعالم الدنيا وانشغالاتنا بالبيت بالعمل وما عندنا وقت حق الامام، هذا كلام خطير، انتبهوا لا تجعلوا الشيطان يوسوس اليكم لا بالعكس انا اليوم ارتبط بالامام الشيخ المفيد نموذج رائع لانسان شيخ الطائفه هو كيف انه هذا الانسان وصل الى هذه المرحله أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كيف يخاطب كيف يحكي معه انتبهوا الإمام المعصوم لما يتكلم مع إنسان لما يخطب لما يتكلم كلام يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ هذا إمام معصوم انتبهوا جيدا إمام معصوم هذا يختلف عني وعنك كل مفردة من المفردة مفردات اللي يقولها الإمام الحجه يقولها بقيه الله صلوات الله وسلامه عليه هذه في عنايه لان الامام المهدي هو رسول الله صلى الله عليه واله والقران يقول في حق رسول الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فاذا ماذا يقول بقيه الله صلوات الله وسلامه عليه يبعث رساله الى الشيخ المفيد شوف العباره كيف يحكي الامام معه يقول له للاخ السديد شوف التسديد هذا الذي مسدد بالامام سلام الله عليه الامام يصفه بالاخوه شيخنا المفيد انت الامام المهدي يصفك بالاخوه للاخ السديد يعني ماذا يعني المسدد من الامام تعلمون يعني ماذا مسدد تعلمون ان الانسان لو في حياته العمليه العلميه الثقافيه في نشاطه في عمل المهدوي انا اقول هذا الكلام للذين يعملون في الثقافه المهدويه انما لما تكون مسدد من الامام لما تعمل للامام الحجه عجل الله تعالى فرجه وتجد أن هنالك تسديدا أمور في أثناء العمل عراقيل موجودة مطبات موجودة في العمل ولكن تجد أن هنالك تسديدا خاصا من الإمام إليك يعني هذا رعاية يعني هذا إشارة خضراء من الإمام تقدم لا تتوقف إذا وجدت بعض الناس يعارضوك يقفون يقفون أمام المنهج المهدوي لك في حياتك في عملك انت الان شاب طالب او طالبه في الجامعه لماذا لا نعمل للامام المهدي لماذا لا ننشر الثقافه المهدويه اذا ما قيمه وجودي في هذه الاربع سنوات في الجامعه وانا لا انتصر لبقيه الله عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا خطاب للشباب الشباب الذي يقيم المجالس الحسينيه وهذا اللطم الرائع وهذه المواكب الرائعه، هذه الهيئات، هذا التوجه الكبير إلى هذه الشعائر الحسينية المقدسة المباركة جزاكم الله خيرا، فعلا رفعت رأس، فعلا فعلا شبابنا وهذه المواكب وهذه الهيئات ولكن يا حبذا أيضا للإمام المهدي ايضا خلي عندنا توجه للامام صلوات الله وسلامه عليه، يعني كما عندنا اهتمام بالقضيه الحسينيه نهتم بالقضيه المهدويه. نهتم بالقضيه الفاطميه، هذه مترابطه، سلسله مترابطه. السيده الزهراء، الامام الحسين، الامام المهدي، سلسله مترابطه. ما فينا ناخذ جانب من سلسله جانب من سلسله ونترك الاخر. القضيه الفاطميه مهمه. قضيه السيده الزهراء لا يقل عن شهرين بالسنة طبعا طيلة أيام السنة فينا نعمل مجالس للسيدة الزهراء عليه السلام والقضية المهدوية لا تتعلق ب 15 شعبان من الخطأ أن نفكر أن قضية الإمام المهدي في 15 شعبان فقط كل يوم يتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ليست يوم الجمعة فقط للإمام نعم الجمعة رمز ولكن ليست الجمعة كل يوم كل ساعة كل نشاط أينما أكون الإمام المهدي يكون جزء من حياتي جزء من عملي ورد 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 هو الإمام المهدي اللهم عجل لي ولي لك الفرج ورد دعاء الندبة ننشره في كل مكان نحن نشارك بالدعم المادي بالمشاركة اشتركوا اعملوا لا تنتظر أحد يبلغك في بيتك اعمل دعاء الندبة أينما تكون خلي يحضر اثنين ثلاثة لا يحضر أحد أنت مع عائلتك قضية المهدوية نبدأ بها بكل جوانبها بكل ما أوتينا من قوة ننصر مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه الإمام المهدي لما ينظر إلى الشيخ المفيد ناصرا له الشيخ المفيد هكذا نذر نفسه لله ولخدمه الطائفه المباركه المقدسه نظر نفسه لنصره مولانا صاحب العصر والزمان للاخ السديد يعني ماذا المسدد يعني انا اسددك انت اعمل انا اسددك بعد والولي الرشيد اولا ولي ثانيا الرشيد الشيخ المفيد الامام المهدي يصدر من عنده كتاب رساله توقيع مبارك من الناحيه المقدسه تصل الى الشيخ المفيد مفردات فعلا يعني فعلا لما تقرا هذا النص للاخ لما تقرا هذا النص للاخ السديد والولي الرشيد لما تقرا فعلا اهل المعرفه وأهل العلم يتحيرون لهذه الأوصاف اللي يذكرها الإمام المهدي إلى الشيخ المفيد وصفه بالسديد الإمام المعصوم يصفه بالأخوة فإذاً هذا الإنسان الولي الرشيد إيش كثر واصل إلى درجات مهمة حتى أن الإمام هكذا يتحدث معه وهكذا يصفه ثم طبعا أنا أختار مجموعة من المقاطع ما أقرأ الرسالة كاملة، أريد أوصل أريد أقول أن الشيخ المفيد لما يصفه الإمام أرواحنا فداه بهذه الكلمات هذا وصف بعناية ليكون احنا الدنيا تبعدنا عن الإمام المهدي اهتماماتنا الحياتية اليومية هذا طالب رايح وراء دراسته هذا تاجر رايح وراء دراسته هذا موظف وراء أموره الإمام وينه؟ أين هو الإمام؟ ثم يتوجه الإمام إليه بالسلام الآن الإمام المهدي يريد يسلم على الشيخ المفيد بصراحة كلمات هذه تحير الإنسان سلام عليك أيها المولى المخلص سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين يعني الانسان الذي نذر نفسه لله الانسان الذي اخلص لله تعلمون الاخلاص يعني ماذا تعلمون ايش كثر الانسان يحتاج هذه النفس يزكيها يهذبها يقربها الى الله تبارك وتعالى ايش كثر هذه النفس تحتاج الى تهذيب وترتقي هذه النفس حتى اتمكن اكون انسانا مخلصا. هذه المعاني افهموها جيدا. عيشوا هذه الاجواء، عيشوا هذه المعاني اللي يصفها الامام لاحد لشخص مرضي عند الامام، والا الامام لا يقول هذا الكلام في اي شخص. اكيد الشيخ المفيد مرضي عند الامام صلوات الله وسلامه عليه. حتى ان الامام المعصوم عجل الله تعالى فرجه يصفه بهذه الأوصاف سلام عليك أيها المولى المخلص فإذا نحن الآن يمكن كثير من الناس كثير من الشخصيات نعطيهم صفات هكذا يعني يجري على لساني فأصف هذا وذاك أنا مو مسؤول بالنتيجة عجبني أقول لهذا الإنسان هذا الوصف ولكن الإمام المعصوم لما يقول وصف يختلف يختلف عني وعنك هذا لمن يقول له مخلص في الدين يعني فعلا الشيخ المفيد رضوان الله عليه رجل اخلص في الدين لذلك الامام اعطى له هذه العنايه انا وانت اذا نخلص في العمل المهدوي في الدين في خدمه المذهب خدمة العقيدة، التوجه إلى الله، الدعوة إلى الله، العلاقة بأئمة أهل البيت عليهم السلام، اليوم اللي نبدأ ونتوجه وندعو ونهذب أنفسنا ونقرب أنفسنا من الله، تجد العناية والرعاية من الإمام عجل الله، تسديد مباشر، بمجرد الإمام أن يجد فيك الإخلاص الإمام يسددك. المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين احنا كثير امور نحكي فيها ونتكلم فيها ونحكي في اهل البيت عليهم السلام نحضر مجالس اهل البيت بس عقيدتنا ليست تلك العقيده المطلوبه عقيدتنا ب الامام وائمه اهل البيت عقيده مختصره على مجموعه روايات مشهوره معروفه ولكن الروايات فعلاً تحكي عن القضية المهدوية تحكي عن قضية الإمام المعصوم عليه السلام هذا اليقين نتكلم عن اليقين مو نتكلم لقلقة لسان اليقين فيه درجات في علم اليقين في عين اليقين في حق اليقين هذا كل مرحلة لها درجة ارتباطي بالامام المعصوم، عقيدتي بالامام المعصوم، عقيدتي بالامام صلوات الله وسلامه عليه انما ترتبط بمن؟ بماذا؟ اي درجه من درجات اليقين؟ لان هذه درجات اليقين تبين شخصيه الانسان انت مستواك الى اين؟ ما هي مكانتك؟ ما هي منزلتك؟ ما هي درجات التعامل؟ يعني الأئمة سلام الله عليهم كان عندهم أصحاب متعددين ولكن كل صحابي إلى مكانة خاصة إلى منزلة من درجات من الدرجات المهمة في منزلتنا مكانتنا عند الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه هي درجات اليقين درجات اليقين هي اللي تقرب الإنسان إلى الإمام سلام من الإمام عليه السلام إلى المولى المخلص، فإذا هذه شهادة كبيرة، والإمام لما خصه بعبارة اليقين أيضا هذه التفاتة مهمة وعظيمة. أيضا نقرأ أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني العبارة فيها جوانب مهمة جدا اللي يدل على الإخلاص، يدل على المكانة، يدل على المنزلة. الإمام يقول له انه قد اذن لنا يعني ماذا يعني الامام لما يتصرف بعض الاحيان لما تدعون الله تبارك وتعالى وتجدون ان الدعاء لم يستجاب لا تقول الله ليش الله ما يحبني الله لا يرد ان يستجيب الي رحت الى ابي الفضل صلوات الله وسلامه عليه ودعوت الله تبارك وتعالى و والعباس سلام الله عليه لم يقضي حاجتي الامام الحسين لم يقضي حاجتي قرأت زيارة عاشوراء سويت ختمة سوت كذا سوت كذا الانسان الامر بيد الله احنا بشر محدودين اللي علينا ان ندعو ليس من حقنا التذمر انتبهوا ترى درجاتكم تنزل ديروا بالكم عندكم حاجة معينة وهذا الحاجة لم تقضى لماذا علمه عند الله لا نعلم ليش الله ما يقضي حاجتي كأنه احنا نطلب رب العالمين انه الله اي شيء نطلب من الله الله لازم يقول سمعا وطاعة الله يقول ادعوني استجب لكم ولكن لماذا لم يستجب او استجاب ولكن بعد ستة اشهر يبين بعد سنة اكثر اقل لا نعلم اللي علي انا ان ادعو ادعو الله تبارك وتعالى ولكن الله لماذا لم يستجب بعد لا تفسرون لا تقول الله ما يحبني لا تقول أن الله يريد ينزل البلاء علي لا تقول أنه أنا مذموم عند الله عز وجل لا تصدر الأحكام من قبلك من أنت استغفر رب العالمين على هذا الكلام لازم ألف مرة تعمل استغفار على هذا الكلام اللي تحكي مع رب العالمين لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما يحكي يقول إنه قد أذن لنا يعني هنالك اذن من الله تبارك وتعالى في انه ان نحكي معك هذا الاذن من الله تبارك وتعالى الى الامام لذلك انا اقرا بعض المقاطع بس حتى يعني نعيش الاجواء مع الامام صلوات الله وسلامه عليه على كل حال انه قد اذن لنا في تشريفك بالمكاتبه يعني أنا أكتب لك الله تبارك وتعالى أذن لي يا علي بن مهزيار أنت عشرين سنة تأتي إلى بيت الله الحرام يحتاج إذن من الله تبارك وتعالى باللقاء بعدين هالعشرين سنة أنت ربيت نفسك تربية هيأت نفسك حتى تلتقي بالإمام الشيخ المفيد الإمام المهدي كتب له لأنه قد أذن في أنت الآن الله شرفك لما الإمام يكتب لك. على كل حال الإمام يذكر جوانب مهمة في هذه الرسالة اللي موجهة إلى الشيعة موجهة إلى الموالين موجهة إلى المؤمنين فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه. يعني ماذا نفهم من هذا الكلام؟ يعني في زمان الشيخ المفيد كان هنالك اعداء للدين اعداء للمذهب مارقين خارجين عن خط محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم فاذا هنالك مارقين فقف امدك الله بعونه على اعدائه المارقين من دينه على ما نذكره واعمل في تأديته الى من تسكن اليه بما نرسمه ان شاء الله. بالنتيجه الانسان الانسان المهدوي لما يريد العمل لا يعمل وحده. انت تحتاج الى فريق، تحتاج الى مجموعه. الان لما تعملون في الجامعه، في المدرسه، في اماكن مختلفه من في المساجد، في الحسينيات. لما تعملون مجمعات او تجمعات شبابيه مهدويه لنصره الامام تحتاج انه الى انسان تثق به لما اكون مجموعه ليس مهم الكم والعدد، المهم الكيف، المهم ايمانه مستوى الايمان عنده مستوى معرفته بالامام، اذا ما عنده معرفه ما عنده عقيده متكامله وظيفتك أنت الشيء اللي أنت وصلت إليه أوصله للآخرين يعني حاول أن تطور شخصيتهم الإيمانية المهدوية حتى هذه الشخصية المهدوية الإيمانية أنت بالنتيجة لما هذا الإنسان يرتقي بمعرفته وعقيدته أنت تسكن إليه يعني راح ترتاح إليه لما ارتاحت إليه بإمكانك أن تكون فريق متكامل في هذا الخصوص الإمام يريح بال الكثيرين لا يتصور انسان يتمكن يكن من يكن لتكن دوله عظمى لتكن الدول العظمى الامام المهدي سلام الله عليه الدوله العباسيه الحاكم العباسي حاول كرارا مرارا ان يغتال الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف ايام الغيبه الصغرى وكانت هنالك مجموعه من المكائد حاولوا أن من الإمام سلام الله عليه ولكنهم لم يتمكنوا ما قدروا يصلوا للإمام لماذا؟ الله تدخل سماوي الله تدخل في حفظ الإمام من الآخرين لذلك الإمام يريد يجعل الشيخ المفيد اللي هو شيخ الطائفة يطمئن وأيضا الموالون المؤمنون الذين دائما يترقبون لظهور الامام عجل الله تعالى فرجه الان اين الامام الان انا احكي معاكم الان الان في هذه اللحظه في هذه الساعه اين هو الامام المهدي سلام الله عليه يعني. لا نعلم الان في هذه الاجواء في هذه الاوضاع في هذا العالم المتلاطم في هذه الازمات بين الدول في هذه الاشكالات الحادثه كل الواقع الاجتماعي اللي موجود اين الامام الامام موجود. الامام معنا موجود معنا ولكن نحن ليست لنا القابليه للنظر للامام، للتشرف في محضر الامام، قابليه ما في. لا تتصور انت انسان واصل درجات كبيره، لا تغتر بنفسك. بمجرد ان تصاب بالعجب ينزل مستواك، بمجرد ما تشوف حالك تعجب بنفسك تغتر بشخصيتك انا وانا خبط مستواك مباشره. الانسان لو نظر الى اعماله وسلوكه من اين تجد هذه المعاصي وهذه الذنوب؟ ايش كثر الانسان يحتاج يعمل ويعمل ويعمل حتى النفس الاماره بالسوء يقمعها، ما راح تتمكن تقمعها 100% ابدا. النفس الاماره تعمل. شيطان هو يعمل لا جنود الشيطان يعملون عليك كلما تقترب للامام اكثر كل ما العمل يصير اقوى عليك ما يتركون الانسان المؤمن الانسان المهدي ولا ما يتركونه ابدا دائما يعملون عليه لذلك هذه العقيده الصحيحه احنا الان في هذه البحوث المهدويه نسير في اتجاه الامام المهدي في اتجاه أنه المجتمع الآن يقترب من الإمام يتعرف على الإمام فكيف نتعرف من هذه الكلمات هذه المفردات اللي تصدر من الإمام عجل الله تعالى فرجه إحنا لا نفهم فهما كاملا انتبهوا ما عندنا فهم كامل نحن نسعى الإنسان بعض الأوقات يحصل على شيء من العلم يتصور هو من أهل المعرفة وأصل درجات بليغة ولكن تكن من تكن الأئمة سلام الله عليهم يعطون الإنسان على قدر معرفته على قدر عقيدته على قدر مستواه ليس كل إنسان لذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكلم الناس بحق عقله يعني بمنتهى عقله ما كان يكلم الناس مثل ما احنا نقول بالعاميه كان يعطي على قدر عقله كان يكلم الناس على قدر عقولهم وانما بحق عقله بالمستوى الرفيع لرسول الله سيد الانبياء سيد الخلق صلى الله عليه واله ما كان يكلم الناس لذلك الامام المهدي سلام الله عليه لما يكتب هذه الرساله علشان احنا نقرا الرساله نقرأ الرسالة اللي وجهها للشيخ المفيد وهذه المضامين مضامين مهمة يقول نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين أهل الظلم وأهل الجور لا يتصور أن يقدر يوصل للإمام ليس بإمكانه أن ينال من الإمام الإمام حجاب الله تبارك وتعالى هو الذي يحميه إرادة إلهية مباشرة تحمي الامام المهدي أي بشر وأي كائن في عالم الوجود لا يتمكن أن يقترب إلى الإمام مقدار أنملة كل عالم الوجود لأن الله تبارك وتعالى جعل حماية جعل تحصين جعل رعاية خاصة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي النائي ليس معنا انه احنا بعيدين عنكم لا يعني الظالم لا يتمكن ان يصل للامام النائي عن الظالم الظالم ما يتمكن ان يصل للامام بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين هذه مساكن الظالمين مقراتهم مركزهم الانسان الظالم يعني ايش كثر ما يخططون اليوم ايش كثر ما يستعملون تقنيه اليوم إيش كثر الأجهزة المخابراتية العالمية تعرف الإنسان من ملامح وجهه كاميرات متطورة حديثة تعرف الإنسان أينما يكون أينما يتواجد ليس بهذه أجهزة الموبايل أجهزة الحديثة لا 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 أجهزة متطورة جداً موجودة ولكن هذا للإمام المهدي ما يمشي كل ما لديكم من تقنية علمية حتى تصلوا الى الناس الى الامام لا تقدروا ذلك ما تتمكنون لن تصلوا الظالم الامام جعل هنالك حاجبا وحاجزا وحمايه لبقيه الله هذا التط... هذا الامام يطمئن الموالين يطمئن الامام المؤمنين الشيعه انه اطمئنوا انا في حفظ في حفظ الله تبارك وتعالى حسب الذي أرى ارانا ارانا الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك يعني لما يخاطب الشيخ المفيد ما يحكي مع الشيخ المفيد فقط لا يحكي الامام ايضا مع من يحكي مع الشيعه يعني هذه الرساله انا اوصلها اليك واوصلها الى الشيعه شوفوا ولشيعتنا المؤمنين يعني ليس كل شيعي ليس كل شيعي الشيعي المؤمن الشيعي الملتزم الذي يسير بما أيكتفي كما قال الإمام الباقر عليه السلام أن من ينتحل التشيع أن يقول بمحبتنا أهل البيت فما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه ليس كل إنسان يدعي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كل إنسان يقول أنا مؤمن أنا إنسان شيعي لا لذلك الإيمان ولشيعتنا المؤمنين طبعا الشيعي هو مؤمن لا يطلق عبارة الشيعي إلا على المؤمن وغير المؤمن لا يسمى شيعا يسمى محبا ولكن هذا فيه تأكيد بيان المؤمنين ما دامت دولة الدنيا للفاسقين الآن الدنيا بيد الفاسقين وهذا العبارة للفاسقين عبارة عامة هسه البعض يقول يعني الفاسقون من يقصد منه الإمام أنت بعد طبق أنت شوف الفاسق من هو الفاسق الدنيا من الذي يحكم في هذه الدنيا هذا خطاب للإمام خطاب في رسالة مهمة ما دامت الدنيا يحكمها أهل الفسق فالإمام يقول نحن في أمن الله لا تخافون فإنا يحيط علمنا بأنبائكم سامع تفهمون واضح الرسالة يعني أنت الشيعي مريض أنت الشيعي عندك مشكلة أزمة مادية عندك مشكلة أسرية عندك مشكلة مجتمعية اجتماعية عندك أزمة في حياتك متضايق متأذي الإمام يقول فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ما تتصور إحنا ما ندري ما عندنا علم لا بلى عد علم نحن نحيط علما كاملا بكل أخباركم ولكن علم الإمام لا يعني لا يعني أنه الإمام عنده علم أنه أسكت وما أتكلم لا علم الإمام بمعنى أنه أدعو أيضا عندك مشكلة أحكي مع الإمام استغيث بالإمام ولكن الإمام يعلم ولكن أنت دورك أن تستغيث وتدعو الإمام عندنا اتصال من بغداد الأخ علي تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبارك لكم ولاية أمير المؤمنين جميعا الله الله. إن شاء الله حياكم الله سلام الله عز وجل أن نكون على ولايتهم إن شاء الله يا كريم يا الله. سمعت الشيخ عندي سؤالين بلي آه السؤال الاول حول مفردة الايمان شنو عفوا صوتك حول مفردة الايمان المؤمن مشكلة الكنترول الصوت الصوت مو عندي عندك كثير مو واضح الصوت آه سؤالي حول مفردة الايمان حول نصرة الايمان بلي تفضل لا مفردة مفردة الايمان كلمة الايمان المؤمن نصرة المؤمن المؤمن الايمان نعم الايمان يعني الله عز وجل في اكثر من مورد يقول في القران الكريم يا ايها الذين امنوا امنوا وايه اخرى تقول يا ايها الذين امنوا كبر مقتل عند الله ان عن تقولوا ما لا تعلمون يعني كلمه الايمان هي هي ليست كلمه نهائيه يعني مو نهائيه هي مو هي مو اقرار انه هذا شخص مؤمن او غير مؤمن فاود يعني توضيح هاي المساله والمساله الثانيه تتعلق بالعلم علم اهل البيت هو علم لدني ولكن بالانتقال الى رفيق الاعلى هذا العلم ينتفي او لا ينتفي وشكرا المشكلة أستاذ علي المشكلة أنه الصوت عندي غير واضح الصوت ما قاعد اسمعه بصورة واضحة يعني يعني بعض الكلمات اللي قلتها واضحة عندي ما أدري كنترول شلون تعالجون هذه المشكلة حتى احنا الاتصال بين الأستاذ علي عنده سؤال جدا مهم وجيد أستاذ علي تسمعني على كل حال هسه الان هو يتكلم على حول انه عبارة يا ايها الذين امنوا خطاب الى المؤمنين بصوره عامه احنا القران الكريم عندنا روايه سئل الامام الباقر عليه السلام قال اي ايه فيها يا ايها الذين امنوا انما هو امير المؤمنين والائمه من بعده يعني الدرجه الاولى للمؤمنين لمن؟ هو لامير المؤمنين ولكن لما تقولوا ما لا تفعلون؟ هذا خطاب لبقيه الناس هذا الخطاب لما يقول المؤمن بالنتيجة هنالك مؤمناً في بعض الأحيان هذا المؤمن غير الإمام المعصوم المؤمن العادي قد يضعف في بعض الأحيان لذلك الكلام الذي يقوله آه كلام آه قد القرآن ينبهه يعني القرآن الكريم حتى الإنسان المؤمن حتى الإنسان الملتزم نعم آه إذا أستاذ علي تسمعني نعم واضح بس شوية بعد التليفون شوية بعد حتى أسمع صوتك علشان أنه أجيب إجابة على سؤالك بلي نعم الله عز وجل عندما يخاطبنا يخاطبنا تارة يقول عن طريق النسب يقول يا بني آدم وتارة عن طريق الجنس عندما يقول يا أيها الناس وتارة عندما على العقيده شوي شوية شوية يعني شوية, انت شوية انت تكلم ولكن لا تتكلم سريع على كيفك شوي شوية شوية آيات قرآنية نعم تخاطب الدولة ولكن تطالبه بالإيمان من حيث يقول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا وآية أخرى تقول يا أيها الذين آمنوا لا تعصوا تكفوا قدرة النبي وهي حادثة شهيرة تعرفها سماحة الشيخ وآية أخرى تقول وقت عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون هذا السؤال الاول فخطاب يا الذين امنوا هو الخطاب تبجيل واقرار او خطاب ليس نهائي هذا السؤال الاول نعم بس لاخذ اجاوب على هذا السؤال لحظه خلي اجاوب على ها. هذا السؤال خلي اجاوب على هذا السؤال بالنتيجه خطاب رب العالمين انا بينت الخطاب اذا الخطاب لما يوضع يعني لما تكون المفردة لبقية المؤمنين يعني عموم الناس الخطاب لمن يقول يا إلي... يا ايها الذين امنوا شنو؟ امنوا صحيح؟ نعم هذا لماذا؟ هذا تاكيد يعني رب العالمين تاره يستعمل هنالك مجموعه من المفردات في اللغه العربيه يعني هذه المفردات ان مع العسر يسرا، شوف ان مع العسر هو مع العسر يسرا، هذه ان تاكيد فيها، ومره ثانيه يعيدها ان مع العسر يسرا. في بعض الأوقات الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هنالك تأكيد عنده يعني تكرار الآية تأكيد الآية هذا الشد على المؤمن أنه شد في إيمانك التزم بإيمانك كأنه الله قاعد يشد على أيدي المؤمنين زين هذا جانب إيجابي لما تقولوا ما لا تفعلون هذا جانب سلبي أنه هو يعالج قضية الإنسان المؤمن الإنسان المؤمن هسه احنا الآن إن شاء الله أنت ونحن وجميع كثير هؤلاء من المؤمنين زين هذا الإنسان المؤمن ما يحتاج إلى شد على عضدة ما يحتاج إلى توجيه ما يحتاج إلى نقد فالقرآن في هذه الأمور يحاول أن يوجه هذا الإنسان المؤمن أي نعم طبعا الشيخ لا تسمح لي في اللغة العربية التوكيد وتوكيد ومعنوي وكل التوكيدين لا يقع على الفعل لا يقع على الاسم هذا من اللغة العربية لا يقع على أن هنالك معتقدات حماله اوجه مثال بسيط كلمه بعلم كلمه هنالك علم الهدى وهنالك علم الجوع كذلك كلمه الشيعه هنالك كلمه الشيعة للجور وهنالك كلمه الشيعة وهم شيعتهم لغة فبالتالي كلمه يا ايها الذين امنوا هي مفرده لكن في كتابي موجود والوجود شوي لا تحكي سريع شوي قلل من سرعتك أقار بالكلام استاذ علي حبيبي استاذ علي شوي قلل من سرعتك حتى اسمع كلامك لانه آه، كلامك يمكن حتى حتى المشاهدين ما قاعد يسمعونه بصوره واضحه يعني يعني لا تستعجل بالكلام اتكلم بهدوء حتى اسمعك اقدر اجاوب على سؤالك يعني لانه الصوت يطلع عندي مشوش عفوا يعني. نعم التوكيد في اللغه العربيه لا يقع على الفعل بل يقع على الاسم هذا من البديهيات توكيد لفظي او توكيد معنوي احسنت ضمني او صريح هذا واحد فبالتالي يا ايها الذين امنوا هي تدخل كل مفردات الحماد وجه سلبي او ايجابي، مثال كلمه الائمه، هنالك أمة جور وهنالك أمة نور، هنالك أمة الضلال وهنالك أمة جور مثل كلمه الشيعه حتى كلمه الشيعه هي مرات هو لوطا هذا معنى ايجابي، هنالك الشيعه كل في حزب هي لديهم فرحون والشيعه كلها ايضا سلبيه مثل حتى كلمه السنه هنالك سنه سلبيه وهنالك سنه ايجابيه. نعم. المفرد تتحمل في لكن الخطاب هل هو اقراري إقرار نهائي؟ احنا وين الخطاب الاقرار النهائي؟ انا هذا بدي انا خلينا ننتقل للسؤال الثاني حتى لا اصادر وقت المشاهدين علم اهل البيت علم لدني هذا امر قطعي من تيمنا مو علم اكتسابي والسؤال نعم. الذي يطرح نفسه بانتقالهم الى الرفيق الاعلى علمهم يبقى مستمرا بالخطاب انت تقول خاطب خاطب اهل البيت نعم نحن امرنا ان نسلم على رسول الله بقول الحديث ان رسول الله ترد له روحه فيرد علينا السلام بالآية التي يرد على الجميع باوقات متفاوته ولكن علم للبيت البيت العلم المستمر لان العلم ماذا يعني؟ يعني التطور الازدياد فبالتالي كيف يتوافق مع الموت وبالتالي اذا كان العلم مستمر ما الحاجه الى الموت اهل البيت سلام نعم الله عليهم وشكرا نعم. لكم. بارك الله فيك، اولا نشكرك استاذ علي على هذه المداخله الرائعه والجميله. أنا أذكر أحد المفردات، ما أذكر المؤمنين كذا، أذكر مفردة الشيعة. أذكر مفردة الشيعة، إحنا عندنا في الروايات أنه الروايات أهل البيت ليس كل إنسان يسمى شيعياً. يعني يعني مثلاً مثلاً كلمة إحنا تارة إن عندنا إنسان في بعض الروايات أنه يطلق على الإنسان الشيعة الإنسان الموالي أهل البيت ولا عادي. هذا ولاية عادية. ولكن عندنا روايات اخرى تؤكد يعني عندنا صنفين من الروايات روايات تذكر مثال الشيعي زين اللي يطلق على الانسان الموالي العادي ولكن روايات اخرى تقول الصفوه يعني لما تحكي عن الشيعي الشيعي المصفى يعني ليس كل انسان اذكر لك روايه حتى ابين الموضوع الإمام زين العابدين في يوم جالس طرقت الباب، الجارية راحت عند الباب ورجعت قالت يا ابن رسول الله جمع من شيعتك تقول الإمام وقف ثم راح راح بسرعة الإمام تعثر يعني شوف من سرعة الإمام لما سمع أنه الشيعة راح ورجع قال أين شيعتنا؟ هؤلاء هم من شيعتنا؟ الإمام كان متألم يعني هؤلاء جمع من الذين يعرفون بالشيعة. ولكن الشيعي في منطق محمد وال محمد الانسان المؤمن الملتزم القريب من الله تبارك وتعالى. يعني هذا الانسان الذي يرتكب الذنوب والمعاصي لا يسمى شيعيا، نعم ها هذا محب لمحمد وال محمد. فالمفردات تطلق على نحوين، على نحو عام وتارة يطلق على نحو خاص فمثل عبارة المؤمن عبارة المؤمن تطلق على امير المؤمنين هذا قمة الايمان وتطلق على الانسان اللي عنده ايمان عادي ملتفت فاذا هنالك امران هنالك امران المؤمن يطلق بصورة خاصة على امير هذا تجلى تجلى الايمان برز الايمان كله إلى الشرك كله الإيمان تجلى في قمته بأمير المؤمنين الشيعي تجلى في قمته بسلمان بأبي ذر بالمقداد بحبيب ابن مظاهر مسلم ابن عوسجة هؤلاء بالقمة قمة قمة الشيعة وهنالك أيضا من الشيعة الآن يعني يطلق مجازا ما يطلق حقيقة يطلق مجازا على هؤلاء الناس، على كل حال الان هذه فكره ان شاء الله تكون واضحه وتكلمنا فيها. فاذا الامام في هذه الرساله يقول فانا يحيط علمنا بانبائكم، طبعا الاخوه في الكنترول ينبهون انه اي سؤال من استقبل الا لو كان في الموضوع، يعني كان في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. احنا في برنامجنا قضايا اجتماعيه نعتذر من نستقبل ولا قضايا شرعيه فقط في مداخلات في الموضوع يعني احنا بالنتيجه لازم نرفع مستوانا مستوانا لازم نرفعه ولازم نعرف انه احنا اه يكون حديثنا فقط في الامام حتى ننضج هذه القضيه المهدويه اكثر عند الناس فان يحيط علمنا بانبائكم ولا يعزب عنا شيء من اخباركم الامام يقول: لا يعزب عنا شيء من اخباركم، كل اخباركم عندنا كل تطوراتكم عندنا هذا الانسان تزوج يعلم الامام، قضايا جزئيه هذا الانسان صار عنده مولود يعلم الامام، هذا الانسان اشترى هذا المحل يعلم الامام، هذا دخل الى الجامع يعلم، هذا حصل شهاده يعلم، هذا حصل ماستر يعلم، كل تفاصيل حياتكم الامام يقول ولا يعزب عنا شيء من اخباركم هذا يعني ماذا؟ يعني ماذا تفهمون؟ الامام المهدي كل تفاصيل حياتنا يعلمها الامام المهدي. الامام له احاطه كامله بكل حياتنا، بتفاصيل حياتنا بتفاصيل كل شيء في حياتنا. طبعا راح اكمل البحث ان شاء الله في اليوم الثلاثاء القادم راح نتكلم بتفاصيل الحديث هذه الرساله وفيها دلالات جدا مهمه، يا حبذا رحت على جوجل عملت سيرش على هذه الرساله من الناحيه المقدسه الى الشيخ المفيد حتى يكون عدة معرفه اكثر، شوفوا هذه المعرفه بكلام الامام بما يتعلق بالامام، ازديادنا بالمعرفه هو قربنا الى الامام صلوات الله وسلامه عليه، اسال من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المرضيين عند الحجة بن الحسن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم زدنا علماً وزدنا معرفة بإمام زماننا، اللهم اجعلنا من المرضيين عند الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، أشكركم على الحضور على المشاركة وأتمنى منكم المداخلة في الحلقات القادمه اكثر حتى نثر البحث اكثر علما واكثر معرفه شكرا لكم واخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج وحياكم الله